السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد. أيها الأعزاء الكرام، أيها الأذكياء، سلام الله عليكم. معكم دائما الشيخ محمد أبو حور المغربي في درس جديد، كما وعدتكم المراتب التسع سبق لي أن ذكرت لكم بأن الأيقاشية، تطرقنا للأيقاشية. في المغرب عندنا نقول الأيقاش، وفي الشرق ومصر نقول أيقاغين بدل أيقاشين أيقاغين، فعندهم الغين بألف ونحن عندنا الشين بألف. هذه المراتب على حسب المغرب. أما من كان في المشرق فما عليه إلا أن يستعمل الأيقاغية، فهم تماما لا فرق بينهما. قلنا بأن المرتبة الأولى التي هي أيقاشية ناقشناها في الدرس السابق، واليوم معكم في المرتبة الثانية التي هي بكرين. فالباء باثنان، والكاف كذلك باثنان، والراء باثنين. الراء بمئتين، فإذا زولنا الصفرين يبقى عندنا اثنان، والكاف بعشرين، فإذا زولنا الصفر تبقى اثنان، والباء معروفة عند الكل باثنان. فلذلك نقول مرتبة نذكر تساوي اثنان. فهذه المرتبة الشريفة التي هي بكرين تصلح للجلب السريع. وكيفية ذلك؟ لمن أرادها في الجلب ما عليه إلا أن يضيف للمرتبة، لهذه المرتبة بكرين، يضيف اسم الله تعالى سريع لكي يسرع في الجلب. سريع، فهي سريعة. إذا أضفت إليها الاسم سريع واسم الشيء الذي تطلبه وتريده من جلبين، وتدور بالمثلث أيضا الرؤوس الأربعة التي هي مازارين كمطامين قسوارتين طيكالين، وتقول يا الله يا سريع أسرع لي بجلب كذا وكذا، بجلب فلانة بنت فلانة، أو بجلب فلان بن فلانة، أجب يا مازارين، وأنت يا كمطامين، وأنت يا قسوارتين، وأنت يا طيكالين، وتوكلوا بجلب كذا وكذا كذا وكذا، تجعل في محلها الاسم المطلوب. بارك الله فيكم وعليكم. أقول إذا أضفت إليها اسم الله سريع في العدد مع بكرين، واسم سأعطيكم مثال للقياس، فهي سريعة في الجلب، هذه المرتبة الثانية، هذا بكرين، هي سريعة في الجلب، أقول في الجلب تجلب بها. فإذا أضفت إليها الرؤوس الأربعة، والرؤوس الأربعة لها وما لها وما عليها، هذا مثال للقياس. زينب تحب سعيد، بكرين سريع. زينب تحب سعيد، بكرين سريع. زينب عددها 69، الزاي ب7، الياء ب10، النون ب50، والباء ب2، إذا جمعناهم تعطينا 69. تحب تابي 400، والحب 8، والباء ب2، فهي ب410. سعيد السين ب300، والعين ب70، الياء ب10، والدال ب384. بكرين معروفة 222، والسريع 508. إذا جمعنا المجموع ديال هاد الجملة نجد 1665. إذا طرحناها على 15 تعطينا 111 بدون كسر، ندخل به في مثلث، أو نعمر به المثلث خالي القلب
ما أدراك ما مثلث خالي القلب، في أي يوم أردت، فهو لا تحصره الأيام أو الساعات، فهو مستجاب إذا كان هذا خالي القلب. انظروا إلى الطريقة كيف نعمره، البيت الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، عندنا 1+5=6، نطرحها من المجموع هذا 6 من 1665، كيبقى عندنا 1659، نضيف إليها 1 أو 5 3+2=5، نزولها من 1665، تبقى عندنا 1660، وهنا 1665 نطرح منها 4، عندنا 1661، أو نضيف 1 1655+1 1660+1 1661، فإذا جمعنا هذه الأضلاع نجدها متقايصة بدون شك ولا خلاف. فإخواني، وتحيط تربعها بمازارين، كمطامين، قسورتين، طيكالين، وتربعها بالاسم الشريف باسم الله تعالى السريع، وفي التوكيل كما لا يخفى عليكم توكلوا بجلب كذا وكذا، يا الله يا سريع أسرع لي بجلب فلان بن، أجيب يا مازارين وأنت يا كمطامين وأنت يا قسورتين وأنت يا طيكالين، وتوكلوا بجلب كذا وكذا، بارك الله فيكم وعليكم بجلب مثلا زينب لسعيد وتعمر. فوالله إنها لقاطعة هذه سهلة جدا، سهلة المنال، سهلة الملال، جربوها في المحبة في الجلب السريع، يخدمها الرجال والنساء في هذه المرتبة كما ترون، فهي صالحة للجلب السريع. يجب عليك أن تضيف للمرتبة اسم الله تعالى سريع، وسريع تسرع، سريع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ها هو الجدول أمام أعينكم، المثلث خالي القلب، يجب أن تكون وحدك وتكون على طهارة، وانظر. السلام.